السلام عليكم سيد نور، بخير صحتكم مزيان امورانيا. حاولت هذا اللايف هذا نبارطاجيو فيه بعض المعلومات حول الجي بي اس. بزاف ديال الناس تيجهلوا المعايير باش يختاروا الفورنيسور ديال الجي بي اس، وصحاب لهم الناس راه كاع لي فورنيسور ديال الجي بي اس بحال هذا السيد بحال السيد الاخر، كلشي تيبقى بين لا ديفيرونساسيون دو بري. دونك هنا جينا نوروا شويه الراي العام ومام طون شهروا البرودوي ديالنا ديال الجي بي اس، ونعرفوا نهضروا شي شويه على نهضروا شي شويه على الماتيريال ديال الجي بي اس اللي كاين، لي ماتيريال جي بي اس اللي كاين في السوق، ونهضروا شي شويه عليهم باش كنتا نفهموا ريسنا شنو عندنا في المارشي. دونك نحاولوا بعدا نهضروا على الجي بي اس اللي عندنا حاليا، اون فيت الجي بي اس اللي في المارشي حاليا. دونك اول حاجه باش تختار الجي بي اس، كاين بزاف ديال لي موديل، بزاف ديال لي موديل بزاف في السوق، ومن اشهرهم كاين دي موديل اللي كاينين، وكاين الناس يقولك هاد الموديل زوين ولكن خصنا نعرفو علاش في السوق. دابا غتلقى مثلا هاد الموديل ديال الجي بي اس يتباع بزاف، ولكن تيتباع بزاف ماشي حيت زوين، حيت كاين بزاف ديال لي فورنيسور تيخدمو بيه من ناحية الثمن ديالو في السوق، الثمن ديال الشراء ديالو رخيص، و تيتباع بثمن مزيان، و تيقولو بأنه مثلا مارك أوروبيان، ألوغ إلا قلبتها تلقى بأنه مصنوع في ليتوانيا ماشي في الألمان ولا فرنسا ولا شي دولة مثلا هولندا لي سميتها ليتوانيا، راه ليتوانيا راه بعيدة. دونك باش تكونو عارفين، دونك باش كنت نفرقو ما بين لا مارك دو جي بي اس ولا مارك دو جي بي اس. في الالكترونيك جينيرالمون معروفين لا شين هما الاولين، لي شينوا دونك مثلا الماتيريال تو سي كي كونسيرن الالكترونيك معروفين لا شين، لي سوفتوير معروفين الهنود، اي حاجه معلقه بالالكترونيك الماتيريال كارت المسائل راه من زمان ماشي عاد، يعني راه من ايام تيبان بان بيسي والمسائل ديالها تبداو، كاين اول حاجه لا شين هما الاولين في الالكترونيك، ماشي حيت ما غاديش نقولوا حيت زوينين بزاف ولا كدا، ولكن لما عندها فوا ديالهم رخيصه، وكاينه لا كايتو تخسر لا كايتو من الزيرو وتطلع حتى ب 1000، ماشي نقولوا زعما لا كايتو ديالهم ناقصه ولا زوينه، مي لا كايتو تبدا من الزيرو وانت غادي. دونك اول حاجه الناس باش تختار الجي بي اس تخسر تهضر لا فيش تكنيك، مي تنجيبو حنا لي جي بي اس ديالنا راه تنديرو بزاف ديال لي زيتود، وتنحاولو نخسرو لو جي بي اس اللي غادي يدوم لينا مدة طويلة، ولا ما تيخسروش وما تيقعوش فيهم مشاكل ديال تيتحرق ولا شي حاجة. حاليا عندنا لو برودوي فودات اللي تنخدمو بيه صافي من نقول من 2015 ولا من 2014 بدا، قلت 2015 بدينا فيه الخدمة، حتى اليوم باقي تنخدمو بيه. انا خدمت بيهم تنخدم بهاد لامارك هادي، هاد الماتيريال هذا عندنا حنا في شركة الجي بي اس، شركة الجي بي اس عندنا هاد البرودوي هذا تنخدمو به، تيخولنا نعرفو به بزاف ديال المعلومات، و تا لافيش تكنيك ديالها محترمة بزاف، لي شيبسيت ديالهم لي بروسيسور باش خدامين بلا بالبروس ديال الجي بي اس و البروس ديال جي اس ام لي خدامين فيهم خدامين مزيان، و تيخدمو افيك دي زونتين لي تيعاونو باش يعطيو لا بوزيسيون كوغيكت و ستابل، و تيقدرو يشدو لو ريزو جي اس ام بارتو تقريبا في المغرب كامل، وكاين كيلكو بلاص جينيرالمون سوا لي ما يخدموش، يعني شدينا ان جي بي اس افيك اونتين سون اونتين، هذا غادي يعطيك لا بوزيسيون على بعد 5 كيلومتر كثر، وهذا غادي يحبسك في 5 كيلومتر، هذيك البلاصه اللي حبست فيها كوفيرتور فيتو تيحبس حتى هو. تيجي لي جي بي اس ديال لونتخي دكا باش كونسا نعرفو لي جي بي اس ديال لونتخي دكا، لونتخي دكا ولا كدا، وكاين كاين مثلا جي بي اس تقدر تلقاه في السوق تيدير مثلا 300 درهم 200 درهم 400، كاين دي جي بي اس لي عاد خرجو جداد تسميتو بحال مثلا شتي لا طايب مسير هذا خلق لا صاحب من هذا الشيء شويه غير لا طايب. هاد لي جي بي اس هادو تخدمو في الماطر بزاف، اولا تخدمو دي جي بي اس اونتي فول بالنسبه للطوموبيل للناس لي بغا يسيكيريزو لو بارك ديالهم كثر. نحاولو نبارطاجيو دي دوني كوم سا باش نورو الراي العام في لو شو ديال لي جي بي اس. كاين دي جي بي اس خرين فيهم دي موديل
جداد، يعني دي فونكسيون جداد اللي غادي يحتاجهم، مثلا لانستالاسيون ديال الكاميرا، لانستالاسيون ديال بزاف ديال الحوايج، كاين لي جي بي اس هادو تنخدمو بيهم و تاهما مزيانين في الخدمة ديالهم. ولكن انا سو كو جو كونسيي الناس يخدمو بيهم هما هاد لي جي بي اس دو بون كاليتي. انا باقي عندي جي بي اس ديالنا دابا 7 سنين وحنا خدامين بيهم 7 سنين، غادي في 8 سنين باقي ميم كاليتي، حيت الطوموبيل عندنا ركبنا في طوموبيل اخرين وخدامين مزيان والحمد لله. باغفوا حتى انا كان مثلا دي زانترفونسيون راه تديبرونشو تنبرونشو لو جي بي اس تيخدم، تيكون دي زانترفونسيون كل 3 سنين في البواتي، مثلا تنبدلو لا باتري ديال الطوموبيل ديال الجي بي اس، تنبدلو تنشوفو لي كاب، تنشوفو لانستالاسيون، تنعاودو نشوفو لانستالاسيون صافي. تقريبا 3 سنين هي بالنسبه للناس صحاب لوكاسيون دو فواتور، هي ديك المده باش يبدلو فيها السياره، هذيك هي لا موين. دونك الوقيته اللي تيبدل من تحت الجي بي اس ديالو، ديك الوقيته تنديرو دي زانترفونسيون ديالنا، تنشوفو داك البواتي واش خاصو يتعاود الميزاجور، مثلا خرجت ميزاجور جديده خاصة مثلا تحيد لا باتري ديال الطوموبيل، اصبح لا باتري ديال الجي بي اس ولا باتري ديال، و تنشوفو لي كابل ديالهم باش كومسا تبقى داك الجي بي اس خدام ليك مدة تقريبا 10 سنين خدام بلا مشاكل. بالنسبة لهاد لي جي بي اس لي كاينين في السوق، مثلا بحال مثلا هذا الجي بي اس فيه مثلا في لا باتري ديالو 170 ميلي امبير اللي غتشد ليك ساعة ونص ساعتين ماكسيموم، باغ كونت هذا فيه 500 ميلي امبير اللي غيشد ليك 8 سوايع وخدام بلا مشاكل اون طون اون موند نورمال، اون موند ايكونوميك تيشد ليك 3 ايام وهو خدام. دونك هادي باش تعرفوا لي زوبسيون ما بين لي جي بي اس، كومسا الواحد اللي غادي يختار يعرف راسو شنو تيدير في لو شوا ديال جي بي اس. دونك شنو تيدخلو باش يخدم ليك جي بي اس مزيان، باش يكون عندك ان بون سويفي ولا تدير لا جيولوكاليزاسيون كوريكتومون. بزاف ديال الناس يكونوا غالطين فيها ما تيعرفوش بان تيوك جي بي اس جي بي اس. هي الا كنا تنقولو جي بي اس جي بي اس، ماشي بحال مثلا جي بي اس مثلا نشدو ايفون ونشدو تيليفون ديال التيليفون بيل، نقول بحال بحال اي تديو الهضره بجوجهم، ولكن لا كايتي ديال هذا باش مصنوع هذا ماشي هو مصنوع هذا. مثلا بحال هذا اللي مصنوع به شنو، لا كايتي لا فيش لا كارت مير ديال هذا ولي شيبسات اللي فيه الداخل ماشي هو هذا وماشي حتى هذا. دابا هذا كاين دي جي بي اس اخرين طالعين شي شويه في النيفو ديالهم، ولكن رابور كايتي بري تيبقى هذا احسن جي بي اس في الخدمه ديالهم. الجي بي اس خدموا به بزاف والحمد لله عنده اون تري بون ريبيتاسيون في المارشي الماروكان وسيرتو في لا لوكاسيون دو فواتور، وتخدموا به في الكاميونات في الطوموبيلات والمسائل. دونك نهضروا مزيان. دونك شو مثلا بزاف ديال الناس يلقاو مشاكل، باغفوا لقينا مشاكل بزاف، منها مثلا المشكل ديال المشاكل ديال الجي بي اس، مثلا متعطيش لي بوزيسيون مزيان ولا مشاكل ديال الجي بي اس. اخر مره فحصت ماشي ان كليون ولكن واحد السيد تنعرفو وقع ليه ان تي بروبليم، وان بروبليم بيزار طوموبيل هزو ليه ديباناج وبقات تافيشي لونسيان بوزيسيون، وخا تحطات في بلاصه اخرى وبلاصه اخرى فيها الريزو فيها كلشي، ولكن هزوها ليه ديباناج وما عرفهاش. خاصو تي ديماري الطوموبيل عاد يعرف البوزيسيون ديالها فين كاينه، لو كنت سرقات ليه الطوموبيل مشات الله يعاونها يديها وين ما يديها ما يجي. هذا المشكل اللي تلقاو فيه تلقاو دابا حاليا بعض الشركات ديال الجي بي اس الله يهديهم، ما تيختار كيما خلا واحد السيد تيقول لك شوف هذا الوقت به، ما تفكرش في لاكاليتي ديال الجي بي اس، ما تفكر ما تعطيك الثمن الثمن عادي وصافي. تيجي لك كيسيون كما تنقول في البداية، خاصك تختار جي بي اس دو كاليتي باش ما طيحش في المشاكل ديال الماتيريال نتاع لا بوزيسيون مزيان. تجي لا بارتي الثانية هي لانستالاسيون. لانستالاسيون الناس اللي تيحكروها بزاف تيجيو نامبور سو كي بارفوا تجي نامبور سو كي تيانستاليا، وهنا تيقدر يعرض بزاف ديال المشاكل في السيارة، مثلا تتحكوا لها لي سيركوي ديالها مثلا متعطيكش لا بوزيسيون كوركتومون، مثلا البوزيسيون اللي محطوط فيها ماشي هي هاديك. والناس اللي تيبغيو سيرتو في الناس لوكاسيون دو فات تيبغيو يخبيو تيخبيو تيبغيو يحميو السيارة ديالهم باش متسرق ليهمش، كتلقى ما مأصطاش في شي بلاصة مزيان كوركتومون بيان مخبي ولا شي حاجة، أولا لانستالاسيون تي ما مقاداش مزيان ما تعطيش لي بون كوفيرتور. إذا كانت لانستالاسيون ما مقاداش عول بأن لا كوفيرتور عندك ما تعطيكش لا بوزيسيون، سوا لا بوزيسيون ما مقاداش سوا مرة مرة تهرب ليها الريزو ما تعطيكش ما تعطيش مزيان. دونك لهذا في لانستالاسيون خاص يكون ان بروفيسيونيل اللي تيانستالي الجي بي اس اللي معروف ديجا في الدومين ديال لانستالاسيون جي بي اس اللي انستالي هاد الخدمة هادي. الحمد لله دابا حنا في الجزائر عندنا تقريبا 25
التكنيسيان اللي خدام معانا في المغرب كامل تيعطلوا لنا الجي بي اس، هما اللي تنحط لهم، هما اللي تنطلبوا ديما لي جي بي اس باش ما نطيحوش في مشاكل ديال اي واحد يجي يركب الجي بي اس. دونك هنا الحمد لله هاد القضيه بلي فورماسيون بالسويفي ديالو غاديين بهم مزيان. ثالث حاجه لا كوفرتور ريزو، كوفرتور ريزو في المغرب ثلاثه بهم بحال اتصالات بحال ايموي بحال ميدي تالكول بحال اورانج، دونك بحال لا كوفرتور ريزو وسط المدينه راه بحال لا كوفر على الطريق ولا على في لي زون ريغو في البوادي، كل وحده فيهم تتكون هي تتشابوتي ديك البلاصه. حيت علاش لا نيغتي عاطيه واحد القاعده خدامين بها، كل زون ديال 1000 ابيتون تيكون فيها ان اوبيراتور، ما غاديش يكونوا فيها ثلاثه، قل من تقريبا قل 3000 قل من 1000 تيكونوا زون، تيكون واحد تيكونش ثلاثه بيهم تيكونوا جوج. تلقى باغفوا في شي بلاصه فيها اتصال فما مزيان، باغفوا تلقى شي بلاصه فيها انوي حسن منهم، باغفوا تلقى بلاصه اخرى فيها اورونج. دونك هنا ما نهضروش على الكوفيرتور، هاد الكوفيرتور كلهم عندهم 85% على حسب لي رابور ديال لانيغتي. تجي لابارتي الثانيه، لابارتي الثانيه تيجي تيقولك واحد عندي ثلاثه ديال لي سيرفور، اربعه ديال لي سيرفور، خمسه ديال لي سيرفور، كاين خمسه ولا سته متيعنيش بانك راه غاتانستالا غادي يحط لك الجي بي اس ديالك خمسه ديال لي سيرفور تحط لك في سيرفور واحد. يعني هو شنو تيكون هنا المشكل، لا بليبار ديال الناس ما تيفرقوش ما بين لي سيرفور و في بي اس. في بي اس هو تاخد واحد لي سباس في واحد السيرفور، تيكون عندك واحد لي بتيت سباس في سيرفور تيكون حتى الثمن ديالو رخيص بزاف، ما بين 500 درهم كاع حتى 700 الف درهم لا غلا. ان سيرفور ديدي تتعول على حسب فوق 3000 درهم، وانت غادي على حسب لا كونفيغوراسيون اللي عندك. دابا باغ اكزومبل حنا مثلا تاخذوا واحد ان بي بخي واحد 12 و 13 درهم في الشهر على حسب الديفيز ديال الاورو، 13 درهم في الشهر السيرفر ديالنا. علاش باش كنت نشرحها لكم باش كنت تعرفوا علاش هاد الثمن طالع. ان سيرفور ديدي ماشي هو ان سيرفور ان في بي اس فيرتوال ماشين. الفيرتوال ماشين تاخد جوست ان اسباس صغيور وتخدم به، تيكون لا بوند باسونت محدوده، تيكون بز لا ميموار لا رام بارطاجي ديسك دو بارطاجي، ما يمكنش دير فيه دي موديفيكاسيون الا لك عندك الحق في داك السيرفر، عندك لو دووا كاين شي واحد باقي فيه ليسباس، اذا انت تختار ليسباس وكتشد اللي عندك خاصك تبدا سيرفر. وبزاف ديال بزاف ديال الشركات يخدموا بلي في بي اس حيت موان شير وساكوت غيون وتوكا عطي. هادشي باغفوا تلقى اثمنه مغريه، باغفوا عند شي وحده الله يهديهم باش نكون واضحين، كاين شي اثمنه بينو وبين قوسين تلقى الثمن رخيص. وكاين واحد المشكل اخر اللي قبل، بان مثلا داك الساعه داك اللي تيقول كان عندي فورنيسور، تيقول كان سوي ان فورنيسور جي بي اس يخدم بينا في المغرب، عندي بلاتفورم عندي المسائل، كتلقى بانه ما عنده حتى حاجه، تدي تيبيع وصافي، تدي لا سويفي ما عنده لا ايكيب لا حتى شي حاجه، يلاه تيبيع لك الجي بي اس تيشوف الدراري تريستيان اللي خدم معاه اللي انستالي ليه وصافي. شنو تيوقع هنا مهم، خاصنا نكونوا عارفين كامل شنو تيوقع في هاد الوكا هادي. تياخد سيرفر دو تيست، لو سيرفر دو تيست ديال السير ديال الفورنيسور، حيت كل واحد كل فورنيسور لو فابريكون فيت لو فابريكون ديال الجي بي اس تيكون لو عندو ان سيرفر ديالو، هذاك السيرفر اللي عندو هو داك ديال التيست تيعطيه واحد ليسباس تيقول تعطيه ان كونت اون فيت، ماشي ليسباس تعطيه ان كونت تيقول لك خدم. هاد القضية هادي كنا جربناها زمان 2012 و سامارش با، باغفوا تلقى ماشي داك السيرفر لوكال حاطو عندو لداخل و تيتيستي باغفوا السبت و الحد لا مخدمش ماشي شغلو، حتى نهار الاثنين ان شاء الله و يجي لانجينيور و يديماري لهم السيرفر و هادشي خدام و عادي باغفوا، و هاد المشاكل تيكونو. دونك فو بيان كونيتر فورنيسور ديالك واش عندو ان سيرفر ديالو و عندو البلاتفورم ديالو اولا غير هضرة. هاد سي بوكرا عندو في الخدمه تيكونش عندو بزاف ديال الناس بزاف ديال لي فورنيسور ما بارطاج با لا كونفيغوراسيون ديال السيرفر اولا البلاتفورم باش خدامه. البلاتفورم مثلا باش خدامه مثلا ديال باش يخدمو بها بارفوا تلقى مخدومه بي اش بي في السيرفر ديال جي بي اس، ما خاصكش تخدم بي اش بي خاصك تخدمها بالجافا، الجافا هي باش تعطيك ليتيليزاسيون لا رابيديتي ديال تريتمون دانفورماسيون. وكاين اللي تخدم بالاس ام اي اس كيو سيرفر وهذه شائعه بزاف، ام اي اس كيو سيرفر تحتاج لي زابليكاسيون نورمال ديال لا باز دوني نورمال سميتو، ولا هنا بالنسبه
بالنسبه للجي بي اس غتخدم ليا بوراكل بلا ولا الاس كيو ال سيرفر مثلا هما اللي تيخدموا بها اللي تيخدمك لي زانفورماسيون ديال البيك داتا بزاف ديال لافورماسيون تاع داتا رابيدمون اي تري رابيد باش كومسا تكون ديك لافورماسيون هنا خدامه مزيان. هذا من ناحيه لو شوا ديال الفورنيور ديال الجي بي اس تراديسيونيل كلاسيك اي بازيك. دابا خصنا نعرفوا شنو هو البيزوان ديالك من جي بي اس. واش باغي الجي بي اس باش ما تصحاب ما تكونترول السرقه ديال الطوموبيل باش ما تسرقلكش، اولا باغي الجي بي اس باش دير سويفي ديال الكوميرسيال ديالك ولا الليفرو اللي عندك باش تعرفوا فين كاين وفين جاي. هنا تيجيو لي زابليكاسيون جي كان دخلت في دوطخ في نظامات اخرين دوطخ سوليسيون للمهمين اللي تيعاونوا مثلا نهضروا على السيكتور ديال لوكاسيون دو فواطور. جي كان حاطا ان باكيج دو سيكيورتي من ا تال زد قبل ما تكري قبل ما تكري الطوموبيل حتى ترجع الطوموبيل وتنديفينيو تنعرف السيد هذاك السيد واش ديجا شفار ولا ماشي شفار دابخي ديزا قبل ما نركبو كاع الجي بي اس مثلا تنهضروش كاع الجي بي اس. عندنا البلاك ليست عندنا لي فوتو سوسبي عندنا الفيس اي دي عندنا ديتيكسيون سوسبي اربعة الحوايج تنخدمو بيهم قبل ما نهضرو على الكرا ديال الطوموبيل ولا قبل ما نهضرو على الكرا ديال قبل ما تكرا الطوموبيل كومسا تنديفيني دوك من السيد هذاك مول لوكاسيون دو فواتور. واش هنا لا كيستيون اللي خاصها دار واش عندو لو بوزوان بالجي بي اس ولا لا سيكيوريتي. دونك مثلا اللي جينا نهضروا على لو سيكتور دو لوكاسيون دو فواطور دابري بون اكسبيريونس اي اوتون كو سي كونسيكون في لوكاسيون دو فواطور. مون لوكاسيون دو فواطور البيزوان برينسيبال ديالو ماشي تشوف الطوموبيل فين مشات فين جات فين مشى الكليان ماشي هو هذا. لوبجيكتيف برينسيبال هي ما تسرقليش الطوموبيل. دونك هذا هو لوبجيكتيف ديال صاحب لوكاسيون دو فواطور ما تسرقليش الطوموبيل. دونك هو لوبجيكتيف سيكيوريتي. دونك قبل ما تسكري الطوموبيل خاصك تكون ضروري دير واحد المراحل ديال لا سيكيوريتي. دونك ديجا انا بارطاجيت فواحد لي واحد لي 20 ريغول ولا لي ريغول دو سيكوريتي ديجا كاين واحد اللايف ديالو او ميم طون نعاود نذكرو ما كاين في المراحل ثلاث المراحل مهمين جاي كتبروبوزي بالثلاثه. قبل ما تكري الطوموبيل عندنا البلاك ليست عندنا الفوتو سوسبي عندنا الفيس اي دي. الفيس اي دي سي لا انترنت كما تنقولوا التكنولوجي ديال اخر ساعه اللي كما تنقولوا اخر حاجه اللي كاينه في التكنولوجي هي لا ريكونسونس فاسيال تنديتكتو الفيزاج بحال مثلا نعطيك دي زيكزومبل اللي تتوقع وهذا اللي غادي نقولها مثلا اللي ناوي بغا يسرق اللوكاسو ما يجيش عندنا في ليزاجون ديال ليزاجون ايكيبي بجي كار من بلا ما يحاول يمشي ليهم حيت غادي نعرفوه الا كان ديجا شفار ديال الطوموبيل ديجا كان سرقنا الطوموبيل اترافيغ لو فيزاج ديالو سوا تقدروا نصوروه او لا اترافيغ لاكارت ناسيونال التصوير اللي عندنا في لاكارت ناسيونال اللي تعطينا وخا عطينا مزوره ديجا اللي عندنا في البازو دوني اهني راسك لا بازو دوني ديال جي كام 2012 ولا تنجمعو فيها يعني لا من 2014 ولا تنجمعو فيها دابا 8 سنين وعندنا بازو دوني كبيرة بزاف حتى اليوم حتى لحد الساعة اليوم وحنا تنجمعو في بازو دوني. هذيك لا بازو دوني ديال لي موفي كليون كاع لي زاجون دو لوكاسيون تيبارطاجيوهم حنا تنجمعوهم عندنا وتندغينيوهم عندنا كلهم وستركتوري وسونتراليزي عندنا بالتصاور ديالكم بالتصاور ديالهم ديال لي لا كارت ناسيونال والبيرمي اللي عندنا. دونك واخا يبغي يزور السميه والكنيه والنمره ديال لا كارت ناسيونال باش ما نلقاوش عندنا الفيس اي دي. الفيس اي دي الفيس اي تنقلبو بالوجه ديالو ديجا لا كاين سوا واخا يكبر فلاج واخا يدير نضاضه واخا يدير سوا نضاضه ديال الشوف سوا يدير اللحيه ولا حيد اللحيه الفيس اي دي تتجبد عندي كان عندنا دي موديل جبدناهم جبدنا بزاف ديال الشفاره واخا يزور لا كارت ناسيونال ولا البيرمي تتجبد هذاك السير غنجبدوه غنجبدوه. دونك هذا لا ديرنيير سوليسيون اللي عندنا دابا هي الفيس اي دي خدمنا بها. لا سوليسيون الثانيه يعني قبل ما نكري الطوموبيل يعني عندنا تنفيريفيو المراحل الثلاثه وعندنا لا سوليسيون ديال ديتيكسيون سوسبي في الحال المره الا بغى ينوي ولا نوي يسرق الطوموبيل تنقدروا نجبدو ونعرفوا هنا اترافيغ لو سيستيم البلاتفورم اللي عندنا. عاد تيجي لو رول ديال الجي بي اس اللي تنعرفوا كاع لي زاليرت كاع لو كومبورتمون ديال داك اللي تيكري الطوموبيل كي من تيخص الطوموبيل تيمشي. ربما كاين واحد السيد اللي متعرفش يسوق او لو ربما متهور او ربما عطيتي الطوموبيل انه يدير بها شي حاجه هنا تنعرفوا الكومبورتمون. لما مثلا واحد السيد كريت لي فواحد الطريق انت انا وياه غادي 160 ماشي تا الطريق ماشي لوطوروت ماشي تا ناسيونال يعني الطريق انت انا وياه 160 الطريق النورمالمون تتمشي بها ب 80 هو غادي ب 160 يعني الطريق تلعب ما بين 80 و 60 هو غادي ب 160 في السرعه
بيان سور حيت ديال الطوموبيل كما تعرف تجي عندنا لاجون ديال لوكاسيون باش كونسا ايفيتو المشاكل ديال تقلبك الطوموبيل، حيت لقلبك الطوموبيل قد كاع وما غايقدرش يخلصك الطوموبيل غيمشي للحبس، وانت مول لوكاسيون ما رابح والو حيت لاسيرونس ما تترومبورسي حتى شي حاجه. هذا باش تكون واضح الشيء اللي وقع في المغرب، بان لاسيرونس ديال لوكاسيون هنا في المغرب ما تترومبورسي حتى ريال. دونك هنا في الفيديو تيولي عندنا الجي بي اس، تن ايكيبي الطوموبيلات لي جي بي اس انتي فول، يعني الا في حاله مثلا بغا هذاك اللي بغى يسرق لنا الطوموبيل وحيد الجي بي اس، عندنا دي جي بي اس انتي فول يقدر يكون 3 4 5 6 على حسب لي جي بي اس انتي فول ونون ديتيكتا تيديتيكتا واش كاع وتنجبدو بها الطوموبيل. في حاله ادما قالت تحيد وجبد هذا السيد هذا الشفار المحترف وجبد هذاك لي جي بي اس، عندنا دوطخ سوليسيون ديال لا ريكيبيراسيون. الناس عندنا دي بارتنريا مع شركات ديال لا ريكيبيراسيون دي فييكول اللي ديجا خدامين في الدومين ديال ريكيبيراسيون وخدامين دابا حاليا مع اصحاب لي كري ديال الكريدي ديال الريكيب اصحاب لي كريدي بحال وفاء سلام فيفاليس خدامين معاهم تي ريكيبيرو الطوموبيلات، حتى حنا خدامين معاهم تي حتى هما لو في حاله سرقه الطوموبيل تنعرفو نجبدوها وجبدنا شحال من حاله من الطوموبيل في هاد الحالات هادو. دونك مول لوكاسيون دو فواتور الا بغي سيكيوريزي البارك راه لو جي بي اس بوحدو راه ما كافيش، راه خاص واحد لو تخيط مود انفورماسيون تدار واحد لا بروسيدو خاصك تمشي بها من ا تال زد باش كومسا باش ما تحاول الطوموبيل ديالك ما تسرقلكش. هادشي تنهضر على صحاب اللوكاسيون دو فواتور. كاينين الناس مثلا البزوان ديال الجي بي اس ديالهم داخل فيها في لو كونترول ديال الكاربيرون كونترول دو كاليتي دو فيكول، حيت لا بليبار ديالهم تيقول لك عارف انا الفيكول ديالي فين كاينه، راه تيقول لي السيد راني غير هنا في الخطر تلقاه مثلا راه في واحد البلاصه اخرى ما عندها حتى معنى. وكاين اللي خدمنا مع بزاف مع دي سوسيتي بزاف سواء ديال ديستريبيسيون سواء ترونسبور بيرسونيل ترونسبور توريستيك اكسيتيرا خدامين معاهم، وحاليا سون تخي ساتيسفي من البرودوي ديالنا حيت تيعطيهم لا بوزيسيون اون طون ريال الحمد لله. واصل بحال هاد الجي بي اس دابا حاليا نورمالمون لا بوزيسيون كل 3 سكوند تعطيك البوزيسيون، باغ كونت بحال هاد الجي بي اس ما بين 30 سكوند للفوق تعطيك 30 سكوند 40 سكوند تعطيك البوزيسيون. هادو الناس حتى هاد لا ميم شوز بالنسبه للجي بي اس حتى هو تعطيك 20 سكوند لا ماشي 20 30 سكوند 20 اونتر 20 سكوند 30 سكوند تعطيك البوزيسيون. و لا فراجيليتي ديالو باغ اكزومبل سو شتي مثلا سي دي بلاستيك خدمنا بهم شي شويه وساعتي قلنا غوفيزي باش ما بقيتش بغيت نخدم بهم تدخل باس هنا سدو هنا سدو اينوكس لو سيستيم ديال اينوكس سي تيغو فخوا ديال الماتيريال اوتوماتيكمون تيخليش يسخن سيرتو الناس اللي كاينين في لي ريجون السخان بحال الرشيديه راكم عارفين حتى درجة الحرارة كي تتكون تما الطوموبيل والماتيريال وسط منها تتسخن، هذا شي شي فراجيت غير تشد فيه العافية باغ كونت هذا تيكون صحيح ما عندو منين يخاف. الحمد لله لي جي بي اس تخي بويسون تنضمنو كان لا كارونتي فوق 3 ولكن تنضمنو ليه 8 سنين ديال لا كارونتي ديال الخدمة ديالو، هذا باش يكون سيمشي هو مرتاح ومرتاح بالباب لأنه ما غاديش يوقع ليه مشاكل. دونك في لا سوسيتي ديالنا حاولنا درنا دي سوليسيون قرين ديال ما دخلت في المانجمنت ومنين ندخلو في الفليت مانجمنت تندخلو لو جي بي اس في لانتيغراسيون ديال لي لوجيسيال دو جيستيون دو لوكاسيون دو في لوجيسيال دو جيستيون. دابا حاليا دخلت في لوجيسيال ديال لوكاسيون دو فواتور ولا عندك لوجيسيال واحد تيخدم به الجيستيون ديال لوكاسيون لي كونطرا ديالو تي ديك لو كوميرسياليزاسيون تي قادر تقلب لا كيس لي فوتو سوس بالفيس اي دي اكسيتيرا تلقى فيه الجي بي اس عطاك لي رابور ديالك فين مشى فين جا كل كونطرا وعندك لي رابور ديال الجي بي اس معاها اوتوماتيكمون تيخرج كوم سا وكو في اللوجيسيال ديال لابليكاسيون تتسود الا خدمتي بيها تلقى حتى من تتكون من كريتي الطوموبيل تعرف من كريتي ممكن تعيطي من لابليكاسيون ديال التليفون تتعيطي اوتوماتيكمون. هاد الحلول اللي حطينا الا باش نطوروا القطع ديال كير السيارات ويزيد لقدام ويخدم دون فواحد لونفيرونمون ستريكت و سيكوريزي باش ما يوقعش في المشاكل ديال الفايت كما انت اليوم تتكي طوموبيل ممكن غدا تكون عندك شركه ديال ممكن غدا تكون عندك شركه ديال لوكاسيون دو فواتور بغيتي دير المشروع ديالك وخفتي تسرقك الطوموبيل ولا شي حاجه وما عندكش معلومات، حنا موجودين نعاونوك في جميع في المراحل ديال من الكراء السيارات من الكراء ديال الطوموبيل حتى ال حتى سميتو حتى يعني في المراحل من تبدا لا كرياسيون ديال الكراء ديال الوراق ديال الشراء ديال الكراء الشراء ديال الطوموبيل
في المراحل كامله في لوجيستيال فورماسيون سويفي نقدر نخدموها معكم من ا حتى زد ما عندناش مشكل. وحنا لوبجيكتيف ديالنا باش نصحاب نطوروا هذا القطاع هذا والحمد لله. دابا حنا دو في دوتر دومين مثلا في ترونسبور توريستيك ترونسبور بيرسونال اون كري دي ابليكاسيون دي بلاتفورم وزدنا فيهم لانتيغراسيون جي بي اس والماركتينغ باش كومسا نديفلوبو القطاعات كاملين بالثلاثه. ساسو بان القطاع كاين ديال ترونسبور توريستيك ما كايناش une application dédiée de maintenant centrale de réserve parce que tu as cette le billet mais qui est couleur d'un site web dial l'homme a dit que ma part c'est une charlotte dit qu'on des centrales de réservation dédiées de transport touristique ou qu'elle les appelait des plateformes dédiées maintenant de transport personnel et donc à la rachetée mais fait un petit bouton d'abord les phases de test parce que je vous teste sur les fonds chez des clients les tester ou la solution j'attends un plus de détails là. الا كان باش كومسا نخرجوا شي حاجه في المستوى والطريق الجامعي. دونك كان هذا اللايف هذا خصنا على لو جي بي اس كيفاش تختار الفورنيسور دو جي بي اس وتعرف المارشي شنو فيه من ناحيه لي فورنيسور ديال المارشي شنو فيه اللي كاين في المغرب. كاين ديما كاين بيان سور دي جي بي اس في درب الغلف اللي ما تنصح بهم حتى شي واحد سون با ديكلاري من لانيغتي وما نصح بهم حتى شي واحد. Le fournisseur des GPS reste compte de désagrément de la NRT, c'est obligatoire pour chercher des biens. Nous avons un live qui faudrait faire des commentaires ou des suites si fait d'un ou les essayer d'un. Salam alaikum.